السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب مدرسة طلائع مودرن سكول الصف الرابع الابتدائي. سنلتقي اليوم مع منهج التربية الدينية الإسلامية. والآن مع الوحدة الأولى بعنوان القرآن الكريم والهدي النبوي. الدرس الأول البعث والحساب، وسنقرأ فيه سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا وجنات ألفافا. وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت
وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا
غائبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت. يلا بينا نعرف معاني المفردات. مهادا ممهدة مبسوطة، سباتا راحة لأبدانكم، فراجا وهاجا شمسا مضيئة متوهجة، المعصرات السحب، جنات ألفافة بساتين ملتفة الأخطان، أحقابا أزمانا طويلة، سجاجا منهمرا. حميما ماء حارا، وفاقا موفقا لأعمالهم، كواعب أطرابا فتيات في السن متقاربة، ضهاقا مملوءة، مآبا مرجعا، غطاقا صديدا. ودلوقتي تعالوا نعرف شرح الآيات. سورة النبأ هي أول سورة في الجزء الأخير من القرآن الكريم، لذلك سمي بجزء عامة. سورة النبأ من السور المكية الخالصة، لأن فيها الخبر العظيم عن القيامة والبعث. نزلت سورة النبأ رداً على المشركين الذين ينكرون البعث والحساب، ويبين الله لهم أنه أمر لا يجوز الاختلاف فيه لأنه واضح الدلالة. مظاهر قدرة الله كثيرة من حولنا، وهي دليل على قدرته على البعث والحساب. ودلوقتي تعالوا نعرف نعم الله علينا، ومنها جعل الله الأرض ممهدة حتى يستطيع الإنسان العيش عليها. جعل الله الجبال لحفظ توازن الأرض. خلق الله الذكر والأنثى للتزاوج. جعل الله النوم في الليل راحة للأبدان، وجعل الليل للهدوء، وجعل النهار للسعي للرزق والعمل. خلق الله سبع سماوات، وخلق الشمس مضيئة متوهجة، وأنزل الله من السحب ماء منهمرا فأخرج النبات غذاء للإنسان. يوم القيامة هو يوم الفصل بين الناس، فيرى كل إنسان عاقبة عمله، فيدخل أهل الخير الجنة ويدخل أهل الشر النار. وضحت السورة عذاب جهنم كما وضحت نعيم الجنة. يوم البعث والحساب هو يوم الحق الذي لا شك فيه، فعلى الخطائين أن يتوبوا ويرجعوا إلى ربهم بالإيمان حتى لا يندموا يوم الحق. وما ننساش أن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب ورد الحقوق إلى أصحابها. كان الفراعنة يؤمنون بالبعث
ودليل على ذلك أنهم كانوا يضعون مع الميت أمتعته. سميت سورة النبأ لوقوع كلمة النبأ في أولها. تعالوا نتعرف على أهم الأسئلة في درسنا اليوم. بما سميت سورة النبأ؟ أحسنت، بسورة عامة. لماذا سميت النبأ بهذا الاسم؟ لوقوع كلمة النبأ في أولها. لماذا نزلت سورة النبأ وأين؟ رداً على المشركين الذين ينكرون وجود البعث والحساب، ونزلت في مكة. ما شروط التوبة؟ الإقلاع عن الذنب ورد الحقوق لأصحابها. ما نعم الله على الإنسان؟ رقم 1، خلق الله الأرض ممهدة حتى يستطيع الإنسان العيش عليها. خلق الله الجبال لحفظ توازن الأرض. خلق الذكر والأنثى للتزاوج. جعل النوم راحة للأبدان، والليل للسكون، والنهار للعمل وكسب الرزق. خلق الله 7 سماوات، وخلق شمسا مضيئة متوهجة، وأنزل من السحب ماء منهمرا فأخرج به الحب.